استنوني في برنامج سعفان سبورت، هنتكلم مع بعض بهدوء، مفيش نقد، مفيش مشاكل، هنتكلم مع بعض بصوت واطي. لا اصحوا معايا بقى، كل فرد يلزم شجرته. في سعفان سبورت مش هنسيب حد بحاله، هننقد كل حاجه في الكوره وهنلسوع كل الناس. اللسوع اسلوب حياه. نسيت اقول لكم، حمل شاهد واتفرج، لانك مش هتشوفني غير هنا في شاهد. سعفان سبورت يعرض الان على شاهد.